السلام عليكم ورحمة الله. التمر ديال البلاد أنا كنهضر كفلاح، راه التمر ديال البلاد راه مزيان وصحي، وراه مزيان التمر ديال البلاد، راه واخا تشوفو كيبان لك في الجودة كتقول ناقص، ولكن راه في الصحة راه مزيان، وراه حنا عايشين بالتمر وكناكلو التمر والحمد لله. وداك التمر ما كيخلي فينا لا مرض لا سكر لا ملح، لا يديك لا يخليك. انا براسي والله وزعما راه ما غاديش نكذب عليكم، طاحت عليه واحد الحديده قطعت لي واحد جوج صباع، مشيت للسبيطار الورزازات قال لك نعبروا لك التنسيو والسكر، قلت لهم والله انا ما فيا لا سكر، قال لك باش كتعرف، قلت له انا كنفطر بالتمر ديال البلاد، قال لكم عرا نعبروا نشوفوا، ملي عبروا لقاو قال لك مقاد ما نازل بغرام ما طالع بغرام، قال لك والله سيدي هذا الشيء اللي قلتي لا صح. التمر ديال البلاد دابا التمر الثمن ديالو مزيان، ولكن بالنسبه للفلاح راه ناقص ليه الثمن، حيت دابا الكرتونه حنا كطيح علينا دابا بالخدمه ديالها بكلشي ديالها كطيح تقريبا بالصير ديالها، كرتونه ديال الكيلو كطيح ب 150 ريال 7 درهم 8 درهم باش كطيح بالخدمه ديالها بالفريكو ديالها بكلشي ديالها، ولكن الفلاح خصو اقل حاجه يبيعها غير ب 15 درهم وراه ماشي مشكل.